بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة تحت عنوان طريق المستقبل، نعيش هذه اللحظات. بداية، الإنسان لا بد وأن له ماضي، ثم يعيش حاضر، ثم أمامه مستقبل. الماضي بما مضى انتهى، لذلك لا يحزن الإنسان عليه، والقادم أو المستقبل هو بيد الله، فلا تجعل الهم يشغلك. والحاضر أنت تعيش لحظاته، ربما هناك عثرات، ربما في أشياء في حياتك تجعل الإنسان مهموم، وهو الإنسان بين ثلاثة مراحل: إما أن يكون عنده حزن، والحزن هو الماضي على ما مضى، أو هم أمور مستقبلية تشغله، أو أمور تقلقه وتجعل الإنسان يعيش في حيرة عند الصدام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الماضي في حق يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الأمور الماضية انتهت، كان بيشكوها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الهم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ثم الغم، وهو الإنسان القلق الذي يحدث للإنسان حينما يمر بأشياء ربما لا يستطيع التفكير معها، أو ربما تكون الصدمة كبيرة. معنا اتصال الأستاذة شيماء من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. أهلا بحضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا عندي أولا شكوى واستغاثة في نفس الوقت. اتفضلي. أولا أنا استغاثتي موجهة لرئيس معالي رئيس الوزراء، وأيضا وزير التعليم، وأيضا السيد اللواء محافظ كفر الشيخ. محافظ كفر الشيخ. يا فندم. تمام. هو أولا أنا الشكوى بتاعتي بخصوص نظام التقويات داخل محافظة كفر الشيخ. نظام التقوية؟ نظام التقويات، الدروس. طب وفي في دروس حاليا في المدارس؟ في نظام أطرحهم عندنا في المحافظة بأمر إداري رقم 94 بيخص نظام التقويات كنظام تقوية تتعامل بديل للسناتر ودروس الخصوصية. كبديل؟ كبديل. تمام. تمام. أنا بتكلم في أمر إداري صادر رقم 94 بتاريخ 13/8/20. 13/8/20. تمام. ده كان صدر موجه للسادة مدير الإدارات التعليمية، وطبعا هو طرح بالفعل على السوشيال ميديا وكل قرأه والكل عرف بيه، بس هو عليه علامات استفهام كتيرة احنا حابين نفهمها، احنا عايزين مسؤول يطلع يفهمنا الكلام ده معناته ايه. تمام ماشي. اول حاجة، في حاجات ايجابيات فيها وفي للأسف فيها سلبيات. خلينا ابدأ بحضرتك بالايجابيات بتاعتها. تمام. هم منزلين في البيان ان المجموعة الواحدة لا تقل عن 20 طالب، دي في حد ذاتها ممتازة. لا تقل ولا لا تزيد؟ سوري، لا تزيد عن 20 طالب. تمام. تمام؟ تمام. ده في حد ذاته حاجة كويسة جدا، في تباعد، كل طالب لوحده في ديسك لوحده، الفصل أساسا كبير، تهوية ممتازة. تمام. خلاص؟ دي كويسة. طيب، إيه بقى اللي مش كويس في الموضوع؟ هو دلوقتي القرار صدر بيقول إمكانية عمل التربيون من غير العاملين بالتربية والتعليم مع التنسيق مع الإدارة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي مش لازم اللي أنا المدرس اللي يجي يدي لأولادي في المدرسة يكون على قوة الوزارة، ممكن تروح تجيبي لأي حد كده سوري من الشارع دبلوم تجارة معهد خدمة يجي يعمل لي مجموعة ويدي لأولادي. طب أستاذة شماء، ما جايز يقصد بيها ياخد الخبرة اللي هم طلعوا معاش من التربية والتعليم؟ لا يا فندم، الكلام مش كده، الكلام كان بشكل عام، هو لو زي حضرتك ما بتقول هيحددها لي. تمام. مش هيسيب لي الموضوع بشكل مفتوح. وبعدين ما ينفعش، ازاي اساسا المدرس او الشخص ده يدخل مدرسه هو ما يعني احنا كاولياء امور او كمدرسه نفسها هي ما تضمنش اللي جاي ده هيعمل ايه في المدرسه، هيحافظ على الاساس، هيحافظ على التعليم، هيحافظ هيدي ايه، محدش عارف ده لو غلط مين اللي هيحاسبه. طيب، يبقى اول نقطه انت حضرتك بتتكلمي اعتراض على المدرسين اللي هم من خارج المدرسه اللي هم ياتوا الى المدرسه. بالظبط. رقم 2، نقطه
المجموعه بيقولوا ان هم تتكون مجموعه التقويه من 8 دروس شهريه بواقع حصتين في الاسبوع. طبعا دي برضو مشكله، ازاي ان انا ادي حصتين اثنين في الاسبوع؟ انا كان في الطبيعي جدا وفي الدرس العادي، انا على فكره مش بايد الدروس الخصوصيه، لكن لو بالنظام اللي انا هقوله لحضرتك لا اوكي انا كده بايده، لان دلوقتي انا حضرتك لما تطلع لي حاجه مدعمه تبع الحكومه تبع وزاره التربيه والتعليم، وان هي 8 دروس في الشهر في حدود حصتين في الاسبوع، دي بالنسبه لي ما تنفعش. وفي ساعه واحده انا كنت بدي لاولادي في الايام العاديه وفي الدروس 4 ايام في الاسبوع، واليوم الخامس كان بيبقى امتحانات. يعني حضرتك يعني انا شايفه الثمان حصص في الاسبوع كتيره؟ قليله يا فندم، قليله جدا، ازاي ان انا ادي حصتين؟ ده 8 حصص في الشهر، الثمانية في الشهر. يعني حضرتك 8 في الشهر حصتين في النقطة الاسبوع. الثانية بنطالب بزيادة عدد الحصص. تمام. النقطة الثالثة الفلوس بقى يا فندم. تمام. أنا دلوقتي يعني حضراتكم طلعوا القرارات ولغوا الدروس الخصوصية لعدة أسباب، قالوا أولاً إحنا بنخفف العبء على ولي الأمر عشان ترجع هيبة المدرسة من أول وجديد، وإن المدرس يكون عنده ضمير ويشتغل. تمام. أنا أفاجئ دلوقتي إن حضرتك تنزل لي شيء مدعم من الوزارة المادة ب 40 طب و50 ممكن و70 استاذ و100. شيماء معايا لحظه واحده بس، ممكن الكنترول يعرض لي بس على الشاشه كده قرارات محافظ الشرقيه؟ معاك يا استاذ شيماء، حضرتك بتعترضي النقط بعد المدرسين اللي ياتوا من خارج المدرسه، بتعترضي على عدد الحصص ان هي قليله مش هتوفي بتوصيل المعلومه للطالب. بالظبط. النقطه وثالث الثالثه نقطه يا فندم الفلوس. الفلوس. حضرتك دلوقتي بتسعر لي الماده الواحده كاتبين للمدارس اللي هي في الكره 40 جنيه للابتدائي، واحنا كمحافظه 50 جنيه و70 جنيه للغات، لغايه الثانويه العامه الماده الواحده ب 100 جنيه. معلش، اللي عنده 2 و3 و4 عيال هيجيب منين؟ المادة فين في فين المادة العيال؟ المادة في الحصة ولا في الشهر؟ الماده لوحدها في الشهر، يعني حضرتك شوف 4 مواد، انا لو هتكلم على اولادي 250 الطالب لوحده، 750 ثلاثه. معلش انا باخد معاش 1450، لما اطلع منهم 750 هاكل عيالي بايه؟ ولو في علاج هعالجهم بايه؟ تمام. طب النقطة الرابعة. طيب النقطة الرابعة، طبعا حضرتك بتعرض قرارات محافظ الشرقية، وصراحة انا بقول له كل التقدير والاحترام، لانه صدر بيان ان هو لغى نظام التقويات واي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت اي مسمى، لانه ده مخالف اصلا لقرارات رئيس الوزراء في تمام. منع التجمعات. انا مش بقول ان احنا نلغي، ما هو للاسف احنا ما عادش عندنا بديل. طب احنا استاذه شيماء، خليك استاذه شيماء خليكي معايا على الهاتف، معانا على الهواء مباشره سياده النائبه الدكتوره ماجده نصر، نائب رئيس جامعه المنصوره سابقا وعضو لجنه التعليم من مجلس النواب. السلام عليك يا دكتوره. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. دكتورة، في شكوى معانا من محافظة الشرقية تحديدا كفر الشيخ، ان وكيلة وزارة التربية والتعليم اعلنت عندهم ان في دروس تقوية المادة ب 50 جنيه بثمن حصص في الشهر، ووجود مدرسين من خارج المدرسة نفسها. حضرتك شايف الامر ده ازاي؟ هو الحقيقة القرار على حد ما، أنا برضو يعني أرجو توضيح النقطة دي، إن في قرار وزاري بمنع في الفترة الحالية نظرا لظروف الكورونا منع فصول التقوية داخل المدارس في الوقت الحالي. تمام. ده وموجود الأول. معانا القرار فعلا. أيوة ده تمام. الأول اللي نشوفه، في قرار وزاري يبقى ده يطبق على جميع المحافظات، دي نمرة واحد. تمام. لأن احنا ما زلنا في ظروف كورونا، وده للصالح العام، ولان ممكن ما يبقاش في الجوانب الاحترازيه في الدروس التقويه زي في الشكل العام. ده نمره واحد اللي نتفاهم فيه ولازم الوزير يوضحه هل هو ساري على السنه القادمه او لا. بعد كده ندخل في تفاصيل القرار الوزاري، من محافظه لمحافظه ممكن بتضع الضوابط الداخليه، لو فيها حاجه يعني اعتراض من اولياء الامور بعد كده نشوفها، بس احنا الاول نقطه ان يبقى في قرار، في وجود قرار وزاري بيمنع ذلك، فالمفروض ان ما فيش، دي لازم نتاكد منها الاول. فانا بس طب سياده برضو النائبه، عايز اعرف القرار بقى ايه اعتراض على التفاصيل اللي هي في الدروس التقويه، يعني طب انا خليك معايا سياده النائبه. اتفضل استاذه شيماء معايا حضرتك يا فندم. سياده النائبه، هو القرار امر اداري رقم 94 بتاريخ 13/8/2020، مديريه التربيه والتعليم مكتب وكيل الوزاره محافظه تمام كفر تمام الشيخ.
تمام. السادة دكتورة معايا؟ أيوة أنا مع حضرتك. السادة مديروا الإدارات التعليمية بناء على موافقة معالي الوزير محافظ كفر الشيخ وبناء على مذكرة العرض المقدمة من السيدة الدكتورة وكيلة الوزارة بخصوص مجموعات التقوية داخل مدارس المحافظة، سوف يتم العمل بالمجموعات طبقا للآتي: أولا معايير العمل بمجموعات التقوية المدرسة، مجموعة التقوية المدرسة اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها، للطالب الحق في اختيار المدرسة والمعلم. تتكون مجموعة التقوية من 8 دروس شهريا في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع، لا يزيد عدد الطلاب في المجموعة عن 20 طالب. مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي في الوقت الذي يحدده المعلم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، إتاحة استخدام معامل الأوساط المتعددة، إمكانية عمل التربويين من غير العاملين بالتربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة. وحاطط كده مبالغ: 40 جنيه للقرى، 50 جنيه للمدن، 70 جنيه لمدارس اللغات. تاريخ دكتورة صادر بتاريخ 13/8/2020. تمام. ما انا ما اقصدش كده، انا اقصد بس الاول هل في دلوقتي قرار الوزير ساري حتى هذه اللحظه ام لا؟ ده اللي لازم نتاكد منه تماما، وانا هتاكد شخصيا من ان هو هل في العام القادم هيسمح بفصول التقويه ام لا. تمام. بعد كده التفاصيل لو فيها اعتراض دي شان كل محافظه ممكن ان تغير في التفاصيل اللي حضرتك قلتها، لو هم معترضين على شيء معين فدي ما فيهاش مشكلة ان هو يتم التغيير، ولازم يكون برضو تحت اشراف او تحت علم وزارة التربية والتعليم بكله. فانا بس كنت عايزة اعرف المحافظة هنا المعترضين على ايه في هذه الشروط، لانها شروط طبيعية. يعني حضرتك شايفة معترضين على المبلغ ولا معترضين على ايه بالظبط؟ هو ده اللي انا عايزة اعرفه. الاعتراض الاول دكتورة أستاذة شماء معايا، الاعتراض الأول دكتورة على إن إزاي والوزير يقول ما فيش تجمعات أو الدولة ما فيش تجمعات؟ ما هي دي أهم نقطة، هي دي أنا أتفق تماما إن الأول لو ممنوع يبقى كل الكلام ده لاغي. تمام. يعني في نقطة لازم هنا احترام القرارات دي، لأن الوزير مش مانعها لشيء، ده احنا ما زلنا في ظل الجائحة اللي هتنتشر بشدة، لسه جايين على دورة أخرى، جايين على شتاء، جايين على حاجات معينة. فلو هو كان لغى هذا القرار كان بعته للمديريات، لكن حتى الآن لم يلغى. يبقى كل الكلام ده يعني لازم، وأنا شخصيا يعني هبلغ الوزير ونتحقق من هل ده يعني عملية إن أي محافظة تصدر قرار بحاجة زي كده، يعني ما مدى صحته، لأن ده خطأ. في قرار وزاري يجب القرارات في المحافظات. طب معالي سيادة النائبة، هو الاعتراض الأول عشان كورونا، في حالة إلغاء القرار كل شيء انتهى خلاص كأن لم يكن. في حالة وجود القرار ويتم تطبيقه، الاعتراض جاي على بقول لك إن المبلغ كبير على الأطفال خاصة لغير القادر، 50 جنيه في الحصة أو 70 جنيه كتيرة في الشهر للمادة. في الشهر يعني. في الشهر. هي دي النقطة، ممكن يكون فعلا كفصول تقوية ممكن تكون زيادة شوية يتم تخفيضها عن طريق المحافظ، يعني دي ممكن إن هو يتم التفاهم فيها، يعني بحيث ان بيختلف الرقم ده من محافظه لمحافظه، ممكن محافظه زي القاهره ومحافظه زي الجيزه ممكن يكونوا قادرين على هذا، محافظات الاقاليم ممكن يكون المستوى فيها يعني المعيشه اقل شويه فممكن يكون كتير، فدي يجوز التداول فيها يعني، ودي راجعه للمحافظ، لكل محافظ، كل محافظه هو يستطيع ان هو يغير في هذه الامر الاداري البنود بتاعته يعني. فهي ممكن تبقى فعلا زياده شويه ممكن تخفضها. طب سياده النائبه، الحاجه الاخيره يعني، هل الاستعانه ببعض التربويين من غير التربيه والتعليم حضرتك مش شايفه ان في مشكله؟ لا انا دي برضو في بالنسبه لي فيها مشكله، ما معايير اختيارهم وهتم ازاي؟ ودي الحقيقه انا لا افضل هذه اللي هي تربويين من خارج الجانب التعليمي، لا افضله خالص. ممكن يكون من مدارس مختلفه يعني تبادل في المدارس، لكن تمام. ان هو يكون
تربوي لا يمارس المهنة، طب أنا هختاره إزاي وإيه المعايير اللي يتم اختيار بناء عليها؟ وهنا هنفتح بقى مجال آخر للمعرفة لعوامل أخرى. فهنا أنا يعني الحقيقة أفضل، وكان قبل كده المعايير اللي حطها الوزير بشكل عام أعتقد إن هي كانت من ممكن يبقى من خارج المدرسة ولكن من مدارس أخرى، يعني بحيث إن الطالب يبقى عنده فرصة اختيار واسعة، ممكن يختار مدرس بيدرس في مدرسة أخرى مشهور بكفاءته، مشهور بقدرته على التوصيل، فهنا ممكن التبادل، لكن ده معترف به من وزارة التربية والتعليم ويتم تعيينه بمعايير معينة وعملية تبادلية. لكن إن أنا أختار مجرد تربوي يعني لا يمارس المهنة، أو أنا مش عارفة برضو هم المقصود بيها إيه، يعني إزاي هيكون حر، حاجة حر وما بيشتغلش في مدرسة معينة ويتم اختياره على اساسها. طيب فهنا انا لا اوافق على البند ده. طيب سياده النائبه معايا لحظه واحده استاذه شيماء، في اسئله عايزه توجهيها لسياده النائبه معانا على الهواء. يا فندم بعد اذنك اذا سمحت لي. اتفضلي. اولا انا برحب بسياده النائبه. شكرا. وفي نقطه بعد اذنك، في نقطه بعد اذنك انا حابه برضو ان انا الفت انتباه حضرتك ليها، وده برضو أيوه. بيان صدر من المحافظه وهو خطوات واليات تنفيذ المشروع، تمام؟ أيوه. من ضمنها أيوه. نقطه مهمه جدا بتقول تقوم كل اداره تعليميه بتحديد مدرستين فقط للابتدائي واثنين للاعدادي واثنين للثانوي. دي في حد ذاتها يا فندم كارثه، يعني انا ازاي اخلي اداره يعني دول كامله بس اللي يتم عمل فيهم الدروس التقويه؟ يا فندم مدرستين اثنين فقط للابتدائي، يعني بشرط ان طبعا الاداره التعليميه فيها اربع او خمس مدارس الاداره الواحده. أيوة. ازاي اجمع أيوة. اداره كامله في عز الظروف الفيروس اللي على العالم كله، وان انا اروح اخاطر باولادنا؟ الجمله دي لوحدها في حد ذاتها خطا، ده قتل عمد لاولادنا. طبعا تمام. انا برضو للجمله مع علشان اكون قلت لحضرتك الجمله كامله، وفي حاله الحاجه الى اكثر من مدرستين يتم الرجوع للدكتوره وكيله الوزاره بالموافقه. انا مش لازم يا استاذه او يا فندم ان الكارثه تحصل الاول وبعد كده ابتدي اوفر. يعني حضرتك الأول تقصدي أولا تحديد مدارس بعينها؟ لا، المبدأ واحد في كل المدارس، لكن حضرتك بتقصدي يعني إن مدرستين وهيحصل فيهم الكورونا. إحنا كل مناقشتنا دي في حالة السماح من الوزير وتحسن الحالة الصحية وهنطبق هذا النظام. يعني سيادة النائبة، سيادة النائبة، يعني ممكن هذا القرار لا يطبق في ظل هذه الظروف اللي إحنا عايشينها؟ طبعا. تمام. ده لازم لا يطبق. يعني انا هتواصل مع الوزير فورا وهنشوف هل مسموح في السنه القادمه تحسنت الكورونا بحيث يسمح بالرجوع الكامل للمدارس وتطبيق نظام التقويه، فصول التقويه والحاجات دي، وبعد كده لو سمح يبقى نتكلم في كل هذه الامور اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، منها ليه مدرستين؟ ما هو المبدا واحد على كل المدارس، اي مدرسه فيها احتياج لاعطاء فصول تقويه، عمل فصول تقويه فيها يتعمل فيها، ليه خاصه سنه مدرستين والباقي لا؟ عذرا يا فندم، عذرا لمقاطعه حضرتك، لكن انا حابه اوضح النقطه دي تاني لان هي وصلت بشكل خاطئ. انا النقطة بتقول ان بيتم يعني مثلا يعني عندي كمدرسة كإدارة مجموعة المدارس الابتدائية مثلا اربع او خمس مدارس ابتدائي. تمام. فقط هجمع الخمس مدارس في مدرستين اثنين بس. ما هو ده اللي انا اقصده، انا فاهمة حضرتك ان التجميع في مدرستين، يعني كده هيبقى فيه ليه برضو التجميع؟ ما هو كده تجدس غير عادي. ما انا اقصد ما كل مدرسة مستقلة بذاتها فيها احتياج لدروس تقوية يتعامل فيها فصول تقوية، ما يتجمعش مجموعة كبيرة ويتحطوا. طب سيادة يعني النائبة، أنا مش شايفة وجه هنا ليه عملية التجميع ده في مدرستين في ظل هذه الظروف كمان. يعني لو في الظروف العادية ينفع. طب اتفضلي يا أستاذ شيماء، حاجة أخيرة سيادة النائبة لحظة. اتفضلي يا أستاذ شيماء. وأنا آسفة على الإطالة. اتفضلي. في حالة موافقة رئيس الوزراء أو معالي رئيس الوزراء بالوضع التقويات، هل المدارس مؤهلة لشغل بالليل؟ احنا بنتكلم في 20 طالب في المجموعه الواحده، معنى كده الامر ممتد لغايه بالليل. هل هيبقى في تطهير قبل وبعد المجموعه؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن النقطه دي لو لا قدر الله حصل اصابه واحده جوه مجموعه، فبالتالي الفصل كله وارد ان هو يتعرض لاصابه؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن اولادنا في النقطه دي؟ مين هيكون المدارس مؤهله؟ لا يعني هو الحقيقه القرار كله النائبة. عايز مراجعه شديده جدا وكله ثغرات، وما ينفعش بالصوره اللي حضرتك بتقوليها يطبق في محافظه الشرقيه خالص. يعني
يعني ده الاول. فالنقطه الاخيره لو هو مقصود بيها تخصيص مدارس ويفضل طول اليوم، العمليه التنفيذيه دي لابد عرضها، واكيد المحافظه هنا مسؤوله عن التامين ده في حاله الموافقه، يعني استاذه شيماء تامين الموضوع ويبقى في اجراءات احترازيه طول اليوم، يبقى في مشرفين طول اليوم، اطباء طول اليوم. يعني ده موضوع تاني، العمليه التنفيذيه دي اكيد هتتم، يعني حضرتك ما يبقاش فيه تخوف، لكن الموضوع من الاصل انا بعتبره خطا، ولازم يعني كل محافظه تحترم قرارات الوزاره، واحنا ما زلنا في ظل جائحه، وما ينفعش ان احنا نعمل هذا الموضوع بالصوره اللي هي مذكوره في الامر الاداري. سياده النائبه ايوه يا فندم. استاذه شيماء شكرا على اتصالك. انا سياده النائبه انا هعرض على حضرتك الموضوع بالكامل سريعا، وهنتظر تمام من حضرتك ان مراجعه الامر مع معالي الوزير خلاص وافادتنا. الموضوع الاول، هل هيكون في تقويه ولا ما فيش؟ رقم واحد. تمام. رقم اثنين، في حاله وجود تقويه، هل هتتجمع المدارس في مدرسه واحده او في مدرستين مثل ما يقال؟ وهل هيتم استعانه ببعض المدرسين من خارج التربيه والتعليم؟ الحاجه الاخيره، المبلغ هل هيختلف من محافظه لمحافظه اخرى؟ تمام. ده الموضوع اللي هو لدي اليوم. هو اخر سؤال انا ممكن اجاوب عليه، هو الاختلاف في المبلغ هنا مش محدد من الوزاره، ده بيحدد من كل محافظه طبقا لامكانياتها. تمام. فده الوحيد اللي يرجع الى المحافظه، وممكن يبقى فيه توصيه بتخفيض المبالغ على اساس مراعاه ظروف اولياء الامور. الثلاث اسئله اوعد حضرتك ان انا يعني هتاكد منهم من الوزير ايه خطته في المرحله القادمه علشان يطبق كل هذه، يبقى فيه اجابات لكل هذه الاسئله. شكرا سياده النائبه على وعد الاسبوع القادم ان شاء الله يكون في اتصال مع حضرتك لتوضيح هذه النقاط. ان شاء الله يا فندم. شكرا دكتوره ماجده نصر، النائب رئيس جامعه المنصوره سابقا وعضو لجنه التعليم بالبرلمان المصري. شكرا لحضرتك. كنا بنتكلم ونقول طريق المستقبل، ويمكن أفضل ما قرأت يعني الإنسان لما يحب يرسم طريق ليه يستخدم سياسة الطفل، سياسة الطفل اللي هو يوعى ويقوم بسرعة عشان يكمل مشواره. ويمكن كمان من الأشياء الجميلة الواحد هو راكب عربيته وماشي في الطريق، في مراية قدامه، في مراية على يمينه، وفي مراية على شماله، بس أحجامهم صغيرة وما يبصش ليهم كتير، انما عنده المرايه الاماميه كبيره ومركز ماشي عليها. فعشان كده يا ريت الماضي انتهى خلاص، ما تركزش عليه كتير، خذ منه العظه، خذ منه العبره، خذ منه مواقف حدثت لك وما تكررش الاخطاء، وحاول تستفيد من امور اسباب كنت راجع فيها. عشان كده لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، الانسان لازم ايه يكون يتعلم من اخطائه. احنا كان عندنا الاسبوع الماضي انتخابات مجلس الشيوخ. ابارك الاول لكل من حالفه الحظ، ولكل النواب على مستوى الجمهوريه لهم منا التحيه والتقدير. لكن تعودنا دائما وابدا ان تكن لنا وقفه بعد اي عمل. ايه هي الامور اللي كانت جميله في الانتخابات؟ ان مصر عملت انتخابات على مستوى العالم في ظل هذه الظروف، ودي رساله قويه جدا جدا لمصر وحاجه مهمه قوي قوي. لكن على التنفيذ على الأرض الواقع نسبة المشاركة كانت قليلة ليه؟ لازم سؤال، ولازم يطرح نفسه، ولازم نصرح نفسنا، ولازم نجاوب بمنتهى الصدق والأمانة، خاصة عندنا انتخابات برلمانية قادمة قريبة إن شاء الله. فالمشكلة دي لازم الإنسان مننا يقعد مع نفسه ويركز فيها. أنا هخليها لآخر نقطة معايا في البرنامج عشان أنهي بها اللقاء، لأن فيها نقاط مهمة جدا جدا. وهعرض وقت حاليا مشكلة في القضاء الإداري. كان نقيب المحامين أخذ قرار اليوم تاريخ 16/8/2020، القضاء الإداري ألغى قرار نقيب المحامين بخصوص مجلس مصر القديمة. راح هيكون معانا على الهواء مباشرة معالي الدكتور مستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور رجب قاسم، هيكلمنا عن الجزئية اللي هي إلغاء القرار. ماذا جرى؟ ماذا حدث؟
معنا معالي الدكتور رجب قاسم. السلام عليكم يا المشار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحشنا. الله يخليك يا دكتور رمضان، أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير، الله يسعدك. معالي المستشار، يمكن حضرتك زي ما سمعت كده القضاء الإداري يلغي قرار نقيب المحامين بخصوص مجلس القاهرة الجديدة. لا يا دكتور. سامعني سيادة المستشار؟ اه سامعك يا دكتور، سامع حضرتك. حضرتك شفت الأمر ده إزاي؟ خلينا الأول نرحب بحضرتك ونرحب بمشاهدينك الكرام، وعايزين نعلق بس ونقول إن النقيب المحامين المحترم النقيب رجاء عطية كان أخذ قرار بحل مجلس نقابة القاهرة. تمام. فأقاموا أقيمت دعوة ضد هذا القرار يعني بأسباب مختلفة، والدعوة قيدت أمام محكمة القضاء الإداري وقضي فيها فعلا بعدم صحة القرار. تمام. الدعوة دي قالت في طياتها، طبعا احنا لسه ما طلعناش على الحكم بشكل كامل، ولكن الدعوة بالتأكيد الحكم أخذ من الدعوة في الأسباب اللي صارتها يعني. تمام. كانت الدعوة بتتكلم على إن القرار المطعون فيه صدر منعدما بإدارة بإرادة فردية من السيد النقيب دون أسباب مشروعة يعني. وقالوا ان هو لوجود اختلافات فئويه وما الى ذلك صدر قرار النقيب بحل النقابه الفرعيه. تمام. واضافوا في عرضتهم ان القرار صدر من غير ذي صفه، على اعتبار ان هناك جمعيه عموميه اختارت النقيب والاعضاء، ولا يجوز للسيد نقيب المحامين ان هو بقرار منفرد يحل المجلس، وبناء عليه اقام دعواهم وصدر الحكم النهارده الامر ياخد طبيعته القانونيه من حيث الطعن بقى على الحكم من النقابه او ما الى ذلك يعني، او الناس يعني في النقابه تتكلم مع النقيب ويشوف ان الوضع هينتهي الى ايه يعني. لكن هذه الامور صحيه مع المستشار؟ يعني لما يكون في قرار ويلغى ونقيب المحامين شخصيا القيمه والقامه والفقيه الدستوري، اكيد دي اشياء ايجابيه عندنا في مصر. هو دكتور رمضان بعد اذن حضرتك، احنا تعودنا دائما وتعلمنا ان مفيش تعليق على احكام القضاء، ولكن هو النقيب رجائي لكل الاحترام فقيه دستوري وقانوني كبير، ولكن نقابة المحامين برضو فيها يعني من الأساتذة الكبار اللي يقدروا يطعنوا على القرار ويفندوا أسبابهم. تمام. ويوصلوا للأسباب اللي ممكن تكون مش قانونية في حل النقابة، يعني مش معنى إن سيادة النقيب أستاذ قانوني كبير إن هو يعني ما يعني ممكن تكون الأمور برضو في غير وضعها الطبيعي يعني. اكيد يكون هو برضه من الناحيه القانونيه من درس الموضوع بشكل قانوني متأني يؤدي للنتيجه اللي يكون القرار صحيح يعني. طبعا اكيد كل احنا بشر وكل واحد له ما له وعليه ما عليه، ولكن في الاخر انا بتكلم على ان مصر هي مصر بقوتها وبقضائها، ان بياخد قرارات حتى يعني ضد اشخاص معروفين علم. نعم يا دكتور، بقول لحضرتك هي دي مصر وقضاء مصر، ان هو دايما بياخد قرارات حتى وان كان القرار صدر من نقابه المحامين لكن وراء راي غير ذلك. بالطبع بالطبع، هو احنا النهارده عندنا قضاء واحنا بنثق فيه كل الثقه، ويعني هنقول برضو ان دي جوله من الجولات يا دكتور، بس ان ممكن يتم الطعن على هذا الحكم يعني في خلال الاجل القانوني اللي بيحدده القانون يعني، ولكن طبعا ده بيثبت ان قضاء مصر قضاء حر، وان هو يعني بنجل يعني بكل الاجلال لقضاء مصر، واحنا دايما بنقول ان عندنا قضاء، مش عايزين نقول وخاصه القضاء الاداري، لا كل قضاء مصر هو قضاء حر، وبنامل فيه ان هو يكون حائط الصد لاي حاجه ممكن ما تكونش يعني واخده وضعها الطبيعي ولا القانون. معالي المستشار دكتور رجب قاسم المستشار القانوني والمحكم الدولي، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، زي ما بدأنا حلقتنا طريق المستقبل، ان انا عندي العربية بتاعتي
في مرايات يمين وفي شمال وفي مرايه في النص كلهم صغيرين وببص فيهم اوقات قليله، والزجاج الامامي زجاج كبير. الزجاج الكبير ده عباره عن المستقبل، فانت تركيزك كله على المستقبل، انما تبص يمين تبص شمال تبص في المرايه تاخد بس كده عظه عبره مواقف اخطات هنا صححها. ده الانسان اللي بيعرف يخطط صح، انما ما ينفعش اعيدك بكربون كوبي بيست للماضي. اخطاء عقيمه تاتي بنتائج سيئه، والنبي علمنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالانسان مننا بيخطط ولازم. معانا الاستاذه نجلاء من الفيوم، السلام عليكم. ايوه يا فندم، السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. انا فندم دلوقتي انا عندي شكوى جامده جدا جدا لحضرتك، وانا طالبه بس من حضرتك استغاثه للرئيس السيسي ونعرف التعليم. استاذه نجلاء، استاذه نجلاء، واحده اسمعي استاذه نجلاء، نعرف بس الاول المشكله وبعدين نعمل المناشده. ايه المشكله؟ اشوف التظلمات، قارنت نموذج الاجابه يا فندم بنموذج الاسئله، وفاجئ ان بنتي كل اسئله غلط غلط غلط، اسئله قاعد مديها فيها صفر، اسئله ثانيه عامل لها علامه غلط، في اسئله مش متصححه. انا مش عارفه يعني ليه الظلم ده؟ ليه بنتي تعيد سنه كامله بعد تعب؟ طب يا استاذه نجلاء، استاذه نجلاء، استاذه نجلاء، كنت متابعه بنتي في استاذه نجلاء، استاذه نجلاء يا فندم، يا استاذه نجلاء خليكي معايا لحظه واحده، يعني ده يرضي مين؟ يا استاذه نجلاء احنا فين؟ لو سمحت يا استاذه نجلاء سامعاني؟ الو؟ طيب يا ريت كنترول يحاول مره ثانيه اتصال. فبنقول ان الزجاج الامامي هو ده المستقبل، فانا مش لازم يا جماعه اقع في نفس الاخطاء. انا عملت انتخابات لمجلس الشيوخ، لازم كل واحد مننا فرد حزب مؤسسه ايا كان يراجع نفسه ويسال نفسه ايه الحاجات اللي كانت سلبيه في هذه الانتخابات وايه الحاجات اللي هي الايجابيه. يا جماعه لازم اصحح من اخطائي. انا لما اسال وقلت حاجه جميله لاعمل انتخابات في ظل هذه الظروف والعالم كله يرى ان مصر تعمل انتخابات، بس الشيء اللي كان مش حلو فيها الحضور كان قليل. انت بتتكلم دون العشرة، البعض يقول لك 11 6% ايا كان، قليل قوي قوي. مش دي مصر ومش دي انتخابات مصر، فين المشكله؟ لازم احط ايدي على الجرح الاول. العلاج الصح يكون عندك تشخيص صح. التعدديه الحزبيه هي سبب النجاح ديمقراطيه. معانا الاستاذه نجلاء من الفيوم، استاذه نجلاء. الو؟ الو؟ استاذه نجلاء انا بالراحه بس كده معايا، انت عندك الطالبه في سنه كام؟ الطالبه في ثانوي عام ثالثه يا فندم. ثالثه ثانوي عام، ايه اللي حصل؟ بالفيوم يا فندم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم ان انا طبعا بنتي رحت كنت عامل لها تظلمات في المواد اللي هي، فوجئت ان بنتي رطبت في مواد، فرحت عملت تظلمات وفي كل المواد كلها، وعملت جبت نموذج الاجابه قارنته بنموذج الاسئله، وفاجئ يا فندم ان اجابات بنتي كلها غلط غلط ومحطوط لها صفر والاجابات صح، وقارنت يا استاذه نجلاء. استاذه نجلاء انت بتقولي فوجئت ان واخده صفر، طب الاجابه بتاعتها صحيحه ولا مش صحيحه؟ والله طبعا يا فندم والله صحيحه، وقارنت بقول لحضرتك نموذج الاجابه بالاسئله، ما فيش السؤال مش هو بصش على السؤال، ما بصش، هو كان بيدي علامه غلط وسؤال يدي صفر في جميع المواد، هي كان عندها بعض القصور في ماده الفيزياء، دي حقيقه. طب هي كم ماده رسبت فيها؟ كم ماده رسبت فيها؟ في خمسه يا فندم. خمس مواد. والمادتين التانيين والله يا فندم مظلومه، كل الاجابات اللي عاملها لها مديها نص الدرجه درجه النجاح، وبس الاجابه كلها اللي انا قارنتها النهارده صحيحه. طب ليه الظلم ده؟ ليه بنتي بعد تعب وبعد شقه سنه ومجهود فظيع وبنتي تعرض للظلم ده وتعيد سنه ثاني وهي مظلومه؟ طيب استاذه نجلاء معلش، استاذه نجلاء خليكي بس معايا لحظه واحده. نعم يا دكتور. هي راسبه في خمس مواد يا فندم. طب جايبه كم مجموع في المواد الخمسه دول؟ جايبه كم يعني؟ يعني جايبه كام؟ 150 جايبه المواد كلها. انت بتقولي جايبه صفر. 150. انت هي جايبه، تقولي جايبه صفر، جايبه صفر في اي ماده؟ لا يا فندم مش جايبه صفر، جايبه درجات ضعيفه جدا جدا في كل المواد، حتى المواد اللي هي ناجحه فيها مظلومه فيها، فانا لما قارنت لقيت ان مفيش اجابات، الاجابات غلط. طب استاذه نجلاء يا فندم، هو في الحاله اللي زي كده يفترض
ان بتقدمي شكوى للسيد المحافظ او السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم، وممكن كمان ترفعي قضيه. انا بكلمك عن الناحيه القانونيه، ترفعي قضيه وتطلبي تصحيح او الاوراق مره تانية. اوكي طب ماشي يا فندم. هو في حد هيسمعني؟ طبعا. طبعا. طب انا اللي انا اعرفه بعد اذن حضرتك، مش وقت حضرتك، سنين اللي عدت وكل اللي بيروح بيقول مفيش حد، مفيش حق بيرجع. اكن الفيوم دي مهدور حقها تماما في حاجات كتيره يا فندم، في سلبيات كتيره جدا في الفيوم ما فيهاش، بس الواحد اهو بيعدي ويعدي. بس لما جات لي بنتي تعب سنه حضرتك ينتهي، بين بنتي تعيد السنه وتبقى راضيه، وهي بنتي متفوقه وبنتي ذاكرت وتعبت وانا كنت معاها في كل خطوه بخطوه، وبنتي جالها صدمه نفسيه حضرتك والله يا فندم من ساعه ما جينا، وهو اديها ان شاء الله الدكتور النهارده. طب استاذ نجلاء، استاذ نجلاء ان شاء الله هتوصل مع الدكتوره ماجده نصر، عضو في البرلمان لجنه التعليم، وهي متعاونه معانا جدا جدا، واحاول اخليها تتواصل مع حضرتك وتقدمي شكوى لوزير التربيه والتعليم، وان شاء الله يكون القادم افضل. فمشاهدينا الكرام بقول يعني لازم نقف بقى مع نفسنا كده ونصحح الاخطاء. التعدديه الحزبيه شيء ايجابي في كل العالم. الشارع ليه غضبان؟ السؤال ده انا عايز رؤساء الاحزاب يجاوبوا عليه. عايز المؤسسات اللي كانت مشاركه ومسؤوله عن العمليه الانتخابيه تجاوب عليه. طب يا ترى الانتخابات البرلمانية القادمة هنعملها بنفس الفكر ولا يكون عندنا تغيير؟ يا ترى الأشخاص اللي هيدخلوا معانا في الناحية البرلمانية بعد تقسيم الدوائر، وتقسيم الدوائر هيأتي بالصالح لبعض الأماكن. أنا هضرب مثالا وينطبق على كل الأماكن. عندي مثلا مراكز كانت في الفيوم مظلومة، مركز طمية حاليا مظلوم، عندنا 6 نواب في الشيوخ، مركز طمية ما فيهوش أي حد لم يمثل. عندنا مركز الفيوم رغم العدد السكاني الكبير إن كان ممثل في البرلمان الماضي بنائبين فقط. يا ترى هيتم التصحيح؟ يا ترى هيتم مداركة هذه الأخطاء؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود مرة ثانية. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل، تحت عنوان طريق المستقبل. وكنا توقفنا في قبل الفاصل بنتكلم ان لازم اقف مع انتخابات مجلس الشيوخ بعد ما باركنا للنواب وقلنا ان شيء جميل جدا جدا ان مصر تعمل انتخابات في ظل هذه الظروف، لكن لابد ان يقف الجميع. لماذا لم يشارك الشعب كما يجب في هذه الانتخابات؟ ربما لوجود قانون التصالح ناس زعلانه، ربما الاعتراض على عدم التعدديه الحزبيه مش موجودة، ربما لتهميش بعض المراكز. وقلنا كان عندنا مركز طمية في الفيوم لم يمثل بالكلية في انتخابات مجلس الشيوخ، ولازم المطبخ السياسي يراعي طمية في الانتخابات القادمة إذا كنت عايز مشاركة فعلية. مركز زي مركز الفيوم كان في حصته في الانتخابات اللي عدت في البرلمانية اللي عدت كان 2 نواب فقط، في ظل ان في مراكز اكتر من كده بكتير رغم التعداد السكاني بتاعها اقل من مركز الفيوم. واضرب مثال مركز طمية تعداد السكان اقل من مركز الفيوم وكان يمثل بثلاث نواب. لابد ان يراعى هذا الامر ايضا. لابد ان الانسان يمسك ورقه وقلم كده ويحط كده ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها. مش عيب ان انا اصحح اخطائي. الحاجه الثانيه ان الكل دلوقتي بقت فاهم سياسه. ما عادش زي زمان ان تعمل اللي انت عايز تعمله والناس ما بتعرفش، لا الكل بيعرف بس الناس ساكته، الناس محدش بيتكلم حبا في مصر وعشان العجله تمشي. لكن احنا دخلنا على انتخابات برلمانيه، لابد وان يعلن الجميع انه على الحياد مع كل المرشحين. ما ينفعش يا جماعه ده مرشح دوله او حزب دوله. لا طب لو مرشح دوله وحزب دوله ليه الانتخابات اصلا؟ ما نعملها تعيينات وخلصنا. ايه المشكله؟ انما يبقى في انتخابات، يا اما تتم هذه الانتخابات كما يجب وتليق بمصر وقضاة مصر ومسؤولين مصر والشعب المصري أو لا تكون صراحة. فبنقول عايزين نعمل انتخابات برلمانية تصحح الأخطاء سواء بعد 2011 أو حتى تاريخه، في أخطاء لابد وأن تصحح. ونقول إن اللي عليه علامات استفهام، اللي الدولة مش عايزاه، الدولة خايفة منه، الدولة حاسة بقلق منه، لا يستبعد. إنما كل من أخذ بطاقة الترشيح ووافقت عليه المحكمة ودخل السباق لابد أن يأخذ حقه كاملا في الدعاية. إنما الدعاية تبقى لشخص وشخص لا، في مكان ومكان لا، الصمت الانتخابي بدأ عند ناس وناس لا،
مش هينفع يا جماعه، والله صورتنا بتبقى وحشه، الناس كلها فاهمه. والحاجه الثانيه يا جماعه، المال السياسي اللي تم، انا اعرف ناس خافت تروح شرفاء، يقول لك اصل ما يفكروني انا قبضت. هو بقت السمه في الانتخابات لازم اقبض؟ طب الدوله لماذا لا تحارب هذا الامر؟ لماذا لا يجرم اي انسان؟ معنا الاستاذ كريم الاسكندريه. السلام عليكم استاذ كريم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل استاذ كريم. حضرتك، انا مراتي كانت حامل في الشهر الثامن. تمام. وكانت بتتابع في المركز الطبي بالاسكندريه، مركز خاص، وصرفت 50,000 جنيه عشان دكتور عين. ممكن بس من استاذ كريم لا تذكرليش اسامي دكاتره ولا اسامي المستشفى، قول المشكله عامه وبعدين نتكلم مع حضرتك. اتفضل حضرتك. المهم، فهي دكتوره نساء، اخصائيه نساء. تمام. فالكيس كيس الاكسجين بتاع الطفل اتفضى، والولد بتاعه في بطن الام وما رضتش تلحقه، رحت على مستشفى ثانيه. تمام. تمام. قال لك ده جنين متوفي من يوم او من ساعتين لما كنا عند الدكتوره. تمام. ما رضتش تلحقه، عملت محضر في اقول الاسم قسم الشرطه ولا مفيش ده؟ تمام. في قسم شرطه سيدي جابر، وعملت المحضر وعملت بلاغ للنائب العام، بس ما فيش استجابه ولحد دلوقتي. تمام. ودفنت الولد ومعايا تصريح الدفن. طيب انت معاك تقرير طبي؟ طبعا، تقرير طبي من مستشفى كبيره ومعروفه. ومعاك محضر، ومعاك محضر من الاسم. يا فندم موجود. طيب. وتصريح الدفن ودفننا الولد طيب ربنا يرحمه ويكون سبب في دخولكم الجنه، وربنا يعوضكم خير ان شاء الله. اتمنى بس التواصل مع كنترول، واخذ بس صوره من التقرير الطبي، واخذ صوره من محضر الاسم، وبعتذر لان الوقت بتاعي خلص. معانا الاستاذ اشرف من الجزيره. السلام عليكم استاذ اشرف. الاستاذ اشرف فصل. مشاهدينا الكرام، بقول عايزين نعمل انتخابات بقى برلمانيه تمحو اخطاء الماضي ونصحح الاخطاء، والكل يشارك يا جماعه، والدوله تحارب اي نائب ايا كان وضعه، ايا كان منصبه، ايا كان من يدعمه، اذا كان هو السبب في فساد الحياه السياسيه. معانا الاستاذ اشرف من الجزيره سريع من الجيزه. السلام عليكم استاذ اشرف. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. حضرتك لا، انا معلش انا متاسف، حضرتك بتقول على الانتخابات، انا بطاقتي الجيزه. تمام. وساكن في بشتيل البلد. تمام. فانا بعيد عنك، واخد بالك، راجل عندي السكر وقاعد من الشغل والكلام ده كله، يعني عشان اروح انتخب اركب ثلاث مواصلات ب 12 رايح و 12 جاي، هذا 24 جنيه. تمام. طب انا حضرتك، انا قاعد ما بشتغلش، اروح انتخب بقى ازاي؟ وانا قدام مني في مجمع مدارس. خليني مش عارف اجاوبك النهارده، هجاوب حضرتك على السؤال ده الاسبوع القادم بعد ما ارجع للمسؤولين. هو الانتخاب للمغتربين من محافظة لمحافظة يجوز، إنما داخل المحافظة نفسها هل ينفع أو لا؟ أراجع المسؤولين وأرجع لحضرتك إجابة في الأسبوع القادم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أقول خلاص يا جماعة، أتمنى الدولة تعلن أنها كل مؤسسات تعلن أنها على الحياد، وإياك أن تستخدم فقيرا أو جمعية خيرية في أن تصل إلى ما تصل إليه. لا تبني أحلامك على أكتاف الآخرين وحاجة الآخرين. يا جماعة، الإنسان لما بينجح بتعب وبجد وبشرف بيبقى لها فرحة، إنما الإنسان اللي بيغش في كل المواد وينجح هو نفسه يبقى فرحان؟ أكيد لأ طبعًا. عشان كده بنقول إن شاء الله القادم يكون أفضل، ومصر بخير، مصر ولادة، قضاء مصر، المسؤولين على الانتخابات في مصر، الشعب المصري، نريد أن نثبت للعالم عفى الله عما كان، وإن شاء الله القادم يكون أفضل لنا وقفة مع أنفسنا كأشخاص، كأحزاب، كمسؤولين. لابد والجميع يقف مع نفسه ويصحح أخطائه. يا جماعة، مش مصر هي دي، ولا المصريين هم دول اللي بيبيع أصواتهم. قلة قليلة تفعل هذا تسيء لمصر ولسمعة مصر. والقاصي والداني يتكلم، أصبح الآن الشرفاء لا يشاركون حتى لا تلوث سمعتهم، لصالح من؟ إذن الحرب من الإعلاميين الشرفاء، ومن الصحفيين الشرفاء، ومن الوطنيين الشرفاء، على كل إنسان يستخدم الخداع ويستخدم أنه يبني أحلامه وخططه على الجمعيات الخيرية. وكل مسؤول أيا كان موقعه، صغيرا كان أو كبيرا، أنت مسؤول أمام الله عن اختيارك، لا تختار
من لا يرضى عنه الناس. أنت في موقعك لخدمة الناس وخدمة البلد، ومصر الآن بحاجة إلى الشرفاء. يا جماعة البرلماني هو اللي هيشرع، أجيب برلماني وصل بماله وفساده عشان يفسد الحياة السياسية؟ لا والله مش هيفسد الحياة السياسية بس، ده هيفسد الحياة كلها في مصر. اختيار النواب لا يقل عن اللاعبين، أي لاعب عايز يلعب في الأهلي في الزمالك أيا كان، كم اختبار يخوضه؟ لماذا لا يتصدر المشهد إلا من يستحق؟ ده في الكورة يا جماعة. فكيف ببرلمان يشرع لنا في بلادنا؟ لابد وأن تكن لنا وقفة مع الانتخابات بعد تعديل الدوائر وتصحيح الأوضاع ومرادات الشعب المصري في كل المحافظات، أن الاختيار القادم سوف يكون أفضل، سوف يكون كتمثيل لكل الأحزاب، بل لكل المراكز، بل لكل العائلات، وهذا الذي كان يحدث مع العقلاء. إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.